تعالوا هيا نمتعكم في حصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا وبيكت كت وكوكو وكل يرافقنا تعالوا عموا إلينا ضموا عمو ياسين الغادر والشاطئ يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو عمو ياسين تعالوا عموا إلينا ضموا عمو ياسين مساء الخير يا أطفال. مساء الخير. مساء الخير. إذن اليوم رانا في هذا الديكور الجميل وفي هذا البيت الجميل اللي خرجت منه دركا دارنا. جينا باش نجيب لكم هذه الحصة هذه الخاصة بكم يا أطفال اللي راح نتسيبوها كل أسبوع ترافقكم اسمها مع عمو يزيد. لازم تكونوا معنا في هذه الحصة. راكم معنا يا أطفال؟ كما الأطفال اللي راهم معنا اللي جاوا زارونا اليوم من مدرسة أزيد سكول مدرارية. عبركم اليوم يا أطفال في هذه الفترة هذه نحتفل بعدة أيام مهمة عالمية. عبركم باللي كين 119 يوم عالمي نحتفل بهم كل يوم يرمز إلى شيء منهم مناسبة مهمة مهمة جدا اللي هي اليوم العالمي ضد استعباد الأطفال. عبركم باللي هذا اليوم نسبة إلى الطفل إقبال اللي توفى هو في سن 12 سنة لأنه كان يعمل في مصنع كان يعمل أعمال شاقة وهذاك الطفل باعوه والديه لأنه كان عندهم ديون. باش تشوفوا يعني كاين أطفال ما همش سعداء في هذا العالم. لهذا السبب رانا نحتفلوا بهذا اليوم حتى هاد الدراري يكونوا سعداء وفرحانين كما أنتم. هل أنتم سعداء؟ لا. هل أنتم سعداء؟ لا. الله يبارك مام كوكورة وسعيد. إذن كاين يوم مهم كذلك اليوم اللي هو يوم العلم. هذا يوم العلم هذا نسبة لوفاة الشيخ العلامة عبد الحميد ابن باديس. وبهذه المناسبة هذه كلفنا واحد الطفل واسمه أيمن الباحث درنا بحث على هذه الشخصية هذه. إذن تصفيق على أيمن مع شخصية اليوم. إمام عبد الحميد ابن باديس. عبد الحميد ابن محمد مصطفى ابن مكي ابن باديس ولد بقسنطينة بالجزائر سنة 1889 ميلادي. يرجع نسبه إلى العصر الصنهاجي ابن باديس مؤسس الدولة الصنهاجية في القيروان. نشأ في أسرة كريمة مشهورة بالأدب والعلم. تلقى تعليمه الأول في الجزائر حيث حفظ القرآن الكريم وهو في عمره 13 سنة. درس العلوم واللغة العربية والإسلامية على اليد الشيخ أحمد أبو حمدان الوينيسي. في سنة 1909 ميلادي قصد تونس طالبا للعلم وانتسب إلى جامع زيتونة وتلقى العلوم الإسلامية على الشيخ محمد طاهر بن عاشور والشيخ محمد فضلي. في سنة 1913 توجه لقضاء فريضة حج وفي الحجاز قابل جماعة من العلماء الجزائر مهاجرين هربا من الاستعمار الفرنسي فعرضوا عليه إقامة بالمدينة المنورة لكنه رفض واتصل بالشيخ الإبراهيمي حيث التقت أفكارهم واتفق على العمل معا بهدف الإصلاح. بعد عودته إلى الجزائر أصدر صحيفة المنتقد وصحيفة أو مجلة الشهاب. توحدت جهوده بإنشاء جمعية العلماء المسلمين التي كان شعارها إسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا. وكان ذلك ردا على الاحتلال الفرنسي بالعيد المئوي لاحتلال الجزائر. نجحت الجمعية في توحيد صفوف لمحاربة العدو وبعث للروح الإسلامية في النفوس ونشر العلم بين الناس. توفي رحمه الله في 16 أفريل 1940 في قسنطينة. شكرا شكرا أيمن. شكرا أيمن. شكرا 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 أيمن. النبذة التاريخية اللي درها لنا أيمن على العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله اللي توفي يوم 16 أفريل 1940 ومن هذاك اليوم وإحنا نحتفلوا بيوم العلم في الجزائر. ولكن أنا جيتكم تاني
بأغنية خاصة بهذا اليوم. نروح ونسمع أغنية اليوم اللي هي 16 أفريل. يا فرحي بلقياك 16 أبريل، يا فخري بذكراك 16 أبريل، يا فرحي بلقياك 16 أبريل، يا فخري بذكراك. تاريخ وشهادة وذكرى اليوم العلم، حقوها شهادة سلاحهم قلم، رجال السيادة عليهم يشهد العالم. تاريخ وشهادة وذكرى اليوم العلم، حقوها شهادة سلاحهم قلم، رجال السيادة عليهم يشهد العالم. 16 أبريل، يا فرحي بلقياك 16 أبريل، يا فخري بذكراك. بادس يا علامة كنت شمعة يا إمامة، حرقي الدين الظالمة وتنور بالظلام، وعيد شعب الأمة وادعيت للسلام. بادس يا علامة كنت شمعة يا إمامة، تحرقي الدين الظالمة وتنور بالظلام، وعيد شعب الأمة وادعيت للسلام. 16 أبريل، يا فرحي بلقياك 16 أبريل، يا فخري بذكراك. يا ذكرى العلامة يا معزز بلادي، ديريك الحمامة روحي ولينا عودي، والرجعي بالسلامة وعيد التاريخ لولادي. يا ذكرى العلامة يا معزز بلادي، ديريك الحمامة روحي ولينا عودي، والرجعي بالسلامة وعيد التاريخ لولادي. 16 أبريل، يا فرحي بلقياك 16 أبريل، يا فخري بذكراك. عجبتكم الأغنية؟ شكرا. إذن في كل حصة راح نطرحوا عليكم، وعلى الأطفال لم يسمعوا فينا تاني راح نقول لهم اندوفينات اللي هي لغز، كل مرة نقولوا لغز وتحاولوا تسيبوه من نهاية الحصة. هذا اللغز هذا وش يقول؟ يقول عندي 5 أصابع لكنها ليست لا من لحم ولا من عظام، من أنا؟ عندي 5 صباعتين ما همش من اللحم
ولما العدم شكون أنا؟ فكروا فيها حتى نهاية الحصة أنتم والمشاهدين. كاين حاجة أخرى معنا اليوم، إنسان تحبوه كثير اللي هو الساحر. إذا تصفيقة على عمو عماد. يلا قولوا لي فتن شويه اطفال. هلا افتن قولوا له دروك لحقنا الواحد الركن تحبوه كامل. اذا اليوم يا اطفال رايحين نسمعوا الحكايه جميله. هذه الحكايه هذه تتكلم على الدجاجه والبيض الذهبي. كان في واحد الوقت زوجان ولكن كبار في السن، كبار شويه، كانوا عايشين في كوخ، كانوا عايشين فيه، كانوا سعداء ولكن كانوا فقراء، وكانت عندهم دجاجه كل يوم كانت تبيض لهم بيضه. هذيك البيضه كانوا يتقاسموها وياكلوها وكانوا راضيين بهذاك العيش برغم الفقر هذاك. في يوم من الايام استيقظ العجوز هذاك وراح للدجاجه هذيك باش يشوف البيضه. تفاجأ تخلع هكذا، صاب بيضه تاع ذهب. صاب بيضه تاع ذهب، فرح راح قال لمرتو، قال لها الدجاجه ديالنا جابتنا بيضه تاع ذهب. قالت له مالا روح ديها للسوق للمرشي وبيعها شحال تقدر، بيعها بثمن غالي هكذاك نقدروا نتناولوا وجبه مغذيه جميله. لانه شوف الناس كانت تحلم انها يكون عندها وجبه مغذيه كامله. راح هذاك العجوز باع البيضه هذيك في السوق وجابت له ثمن جميل. وهذاك اليوم هذاك تغداو، راح قدام السوق هذاك جاب بزاف حوايج وتعشاو مليح وفرحوا وناموا. كل يوم كان ينوض الصباح كان يصب بيضه من ذهب. هذيك البيضه تاع الذهب كان يروح يبيعها ولاو ياكلوا مليح ولاو. ولكن بعد مرور بعض الايام زوجته العجوز هذيك قالت له هاد الدجاجه هذه اللي راهي تبيض البيض تاع الذهب المعده تاعها ما تكون غير من ذهب. قالت له علاش ما نذبحوهاش ونشوفوا المعده تاعها تكون من ذهب وروحوا نبيعوها وتجيب لنا سومه كبيره كبيره كبيره. اذا بعد هذاك الراجل قال لها لا لا، قالت له لا 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 لا، لازم نذبحوها ونشوفوا المعده تاعها تكون من ذهب وتجيب لنا سومه مليحه وتجيب لنا دراهم بزاف. راح دار عليها، حكموا هذيك الدجاجة، ذبحوها، فتحوا المعدة تاعها ولكنهم تفاجئوا، المعدة تاعها عادية ما فيهاش الذهب. إذن راحت الدجاجة، راح البيض، راح كل شيء. إذن عمو يزيد الحكمة المستخلصة من حكاية اليوم هي الطمع يفز ضد الطبع. أنت تعرف كلش، أنت اسمك في بلاستي. يا أطفال أنا نحكي الحكاية ولا هو؟ شكون يحكي الحكاية؟ شكون يحكي الحكاية؟ عمو يزيد. تعرف كلش؟ أنا قلت لك الحكمة برك عمو يزيد. خلاص معلش نسمحوا له اليوم. واش هي الحكمة اللي استقصناها اليوم؟ حكمة اليوم هي أنه الإنسان ما لازمش يكون طماع زيادة عن اللزوم، لأن على خاطرش الطمع يفسد الطبع. الطمع يفسد الطبع. الطمع يفسد الطبع. بالضبط. عجبتكم الحكاية؟ نعم. يلا أروحي أطلع. اليوم يا أطفال جانا شخص نحبوه كامل. جانا من مدينة بعيدة علينا شوية واسمها مدينة ورقلة. إذا نحيو كامل أطفال ورقلة وكامل ناس ورقلة. إذن نرحبوا بعمو توفير. يلا أراني اليوم أسعد طفل في العالم. على بالكم علاش؟ لأني نجحت وانتقلت إلى القسم الأعلى. ما بقى ليش دروك خلاص. أنا ما عندي، شوفوا بلا الكراس هذا ما فيه حتى فايدة، الكتاب ما عنده حتى قيمة بالنسبة لي خاطرش أنا طلعت ونجحت. قطع
قطع قطع نزيد نقطع؟ لا نزيد نقطع؟ لا أنا نزيد نقطع نبرد قلبي في الكتب وفي الكراريس مادام راني ناجح ناجح واش ندير بها الكراريس والكتب هذه؟ واش راك دير؟ واش راني ندير؟ راني نقطع وحاب نحرق الكتاب. شكون انت؟ انا الشاطر حسان. قال لك شاطر شاطر حسان شاطر حسان. وش نطقك انت يا؟ انا شفت المنكر وحبيت نغيو، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فبلسانه، وانت اللي نطقتني باش نغير المنكر. بصح وراه المنكر اللي درته انايا؟ ما تعرفش قيمة الكتاب. وليه الكتاب عنده قيمة؟ وشكون اللي علمك رياضيات العلوم؟ الكتاب. الحساب واللغة؟ الكتاب. تابية إسلامية تابية مدنية؟ الكتاب. التاريخ والجغرافيا؟ طبعا الكتاب. اللغات؟ الكتاب. شحال بقى معاك الكتاب في الموسم الدراسي؟ شحال بقى معايا الكتاب في الموسم الدراسي؟ استنى نحسب. استنى. ايه يا الشاطر يا الشاطر. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة استنى سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر كنتم رتبت نتبت كنتم رتبت ثمانية شهر ما فيكش الخير. بعد ما ديت مني المعلومات هجرتني وخليت ورقي مقطعين وما خلفتنيش بالغلاف. شكون أحسن صديق ليك؟ أحسن صديق نقول لك شكون أصدقائي؟ مش ماشى تفاحة فليو نعناعة هذو كل أصدقائي. أحسن صديق هو الكتاب. كتاب كما قال الشاعر خير ما في الدنيا ظهر سابح وخير جليس في الأنام كتاب. با 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 با. ودوك تستعرف بالغلطة تاعك؟ نقول لك الحق يا شاطر انت يا شاطر صح، وانا لازم نستعرف اليوم باللي درت غلطه كبيره كي حبيت نقطع الكتاب وراح نحرقه. مالا من اليوم نوعدك ان شاء الله باللي نحافظ على الكتاب نتاعي وراح نديره في المحفظه وراح نغلفه. وعد على بالك باللي راني حشمان منك يا شطور. عم بالي انا هو السلطان لازم تتهد لازم نعطيك هذه القبعه ونلبسها لك باش تعود انت هو السلطان. صح ولا لا يا اطفال؟ يستاهل ولا لا؟ يا حسوني يا حسوني. هيا غنيوا معايا يا حسوني يا حسوني يا حسوني يا حسوني يا حسوني يا حسوني. شكرا لكم اصدقائي، السلام عليكم. اذا يا اطفال قلت لكم مقبله اش راكم في يديكم عبالكم واش راح نسقسيه؟ انتم شاطرين بزاف شاطرين. مقبلة كنت طرحت عليكم سؤال تاع اللغز باينه بلي سبتوه، معليش هذا اللغز نعاودوه للمشاهدين لانهم تاني كانوا يلعبوا معنا. احنا ماذا بينا تاني الاطفال اللي راهم كاع في الجزائر وفي اطفال الجاليه تاني في الخارج يلعبوا معنا تاني. ودونك قلنا عندي خمس صبعتين، ماني الحم ماني عظم من اكون؟ اسنا اسنا واسنا وبلاك يلا قالت دمية. ما هيش دمية اسم. قولي لي ميت ميت. قولي اسلام. اركان اسلام مليح ولكن ماشي هو الجواب. قفاز. الله يبارك. واسمك؟ امين. امين. اذن امين هو القفاز. فهمتوا؟ سي ان غون لو غون لو غون اللي لبسوه. عندي خمسة اصابع، ماني الحم ماني عدم من اكون؟ انا قفاز. برافو امين. تصفيق على امين. تصفيق على امين. تصفيق تصفيق. على بالكم في كل حصه في كل حصه عندنا مفاجاه ايوب. في كل حصه عندنا مفاجاه. مفاجاه هذه نديروها للطفل يكون معانا بصح ما على بالوش. واش نديروا له حنايا؟ رايحين نديروا له عيد ميلاده. واليوم شكون؟ عيد ميلاد ندى. ارواحي ندى. تصفيق تصفيق على ندى. اذا اليوم عيد ميلاد ندى. كيف فرحانه ندى؟ كيف فرحانه؟ عبالك بلي عيد ميلادك.
واش تقولي الاطفال هادو؟ معاد ميلادي اكتوبر. قولي لهم شكرا. 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 اذا يلا نغنوا كامل عيد ميلاد ندى. قعدي معايا ندى، تعالي تعالي تعالي، ابقي معايا. اذا راح نغنوا عيد ميلاد ندى، وانتوما رايحين الحيوانات اللي راهم مرافقيننا هادو الاصدقاء، يروحوا يجيبوا لنا لا تارت الكعكه. يلا وحنا نغنوا الندى. هاي يلا عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. من قلبي لك نتمنى صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. بابا وماما يدعو له وصحابه يبركولو، وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة. شكرا 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 شكرا. اذا ندى، ندى راح تجي تقطع الكاطو ديالك، اروحي منا راح يساعدوك وتعطي لهم كاع الاطفال اللي راه معنا. وحنا نقولوا اذا على هذه الانغام وعلى هاد التورته الجميله هذه قطعيها لنا، رايحين نقول لكم موعدنا بكم الاسبوع القادم ان شاء الله، وكنتوا هايلين. إذا تصفيقة يا أطفال وتحية لكاع الأطفال اللي مشوفوا فينا، نعطيكم موعد إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. مرحبا بكم وبقوا معنا. يلا لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو ياسين. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.